التقى عصر اليوم وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تايسو التقى بأعضاء النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين في التعليم العالي، وقد دار لقاء حول استئناف الدراسة التي توقفت بسبب الإضراب الذي أعلنته النقابة مؤخرا. بحر الدين عبد الشافي. جاء هذا اللقاء الذي جمع وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور مكاي حسن تايسو مع أعضاء النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين بجامعة عين جمينة للتشاور والتباحث والتفاكر حول إيجاد حلول ناجعة لحل مسألة الإضراب الذي أعلنته النقابة خلال الأسبوع الماضي. هذا وقد ناشد الوزير الأساتذة والباحثين بإيقاف الإضراب وأن الحكومة ساعية لدفع رواتب المؤخرات خلال الأسابيع المقبلة. في جهود الغير مفروغة الحكومة قد تستوي الكوميتي التكنيكي لبارتيز قابل زي وفي المرحلة اللي وصلنا هسا، ونقول إن شاء الله في الخدمة اللي خدمنا في أسبوعين الفاضة إن شاء الله المشكلة مشاكل قريبة بتنحل وبعد من المؤخرات كلها بنطلب له. كما عبر أعضاء النقابة الوطنية عن شعورهم البالغ مؤكدين حديثهم بأن الحكومة إذا قامت بدفع المؤخرات أنهم سيواصلون نشاطهم التعليمي ورفع الإضراب. أخبرنا بكل الإجراءات التي عقدت بينهم وبين وزارة المالية، رواتب عديدة موجودة في الطريق، بعضها يدفع إن شاء الله هذه الأيام وبعضها قبل نهاية الأسبوع، ونتمنى أن تكون هذه الوعود والإجراءات فاتحة خير. تبقى الإشارة بأن مثل هذه المشاورات والمناقشات تجني ثمارها في حل قضية الأساتذة وإنقاذ العام الدراسي 2016-2017.